وزاري الان يبحث عن وزاري ثاني باش ينهي المواجهه او ايبون فخصو يحتاج شويه من تدخلات ديال الجزائري مسعود رضوان. وفي نفس الوقت كنشوفوا البطل المغربي حسن دوكريم قايم بالشيء اللي خاصو يقوم به في المواجهه ديال اليوم. وهنا عمليه اخرى لكن شوفوا القرار ديال الحكم فيها شيدو ام لا. البطل الجزائري وضعيه صعبه، البطل المغربي متفوق معنويا نفسيا لانه محقق وزاري وانطلاقه ديالو جيده ان شاء الله ان شاء الله. ايضا المدربين جوج وهذه محاوله وهذه محاوله وزاري الان لكل طرف. كانت عمليه خاطفه ديال دريس مسعود لانه استعمل الرجل ديالو ونزل الخصم ديالو. اذا دوكالي حسن التعادل الان مع الجزائري بوزاري وزاري دقيقه 16 ثانيه اللي غيجيب نقطه الان غينتصر. نتمنوا نتمنوا ان شاء الله المغربي ان شاء الله. نشوفوا هنا نشوفوا هنا المحاوله صراع مستمر سيري لاحظ الطريقه ديال المسك ديالو كيفاش انه كيتعامل مع الخصم بهدوء. حكم كيقول ماطي اي العوده او توقف عن التنافس والعوده من جديد للوقوف. المدرب كيطلب منه انه يكون هو السباق للعمليه عمليه المسك. لاحظوا المسك ما كانش هنا محاوله مره اخرى هذه فرصه كان قريب انه يقوم بعمليه ديال الرفع والاسقاط بواحد الشكل اسقاط خلفي اسقاط خلفي نعم. فعلا ولكن في احدى الملاحظات خذا القرار كان يريد القيام بعمليه ديال الرفع. ماذا هناك؟ كونتر اتاك هذه نديه كبيره بين الطرفين ويستمر المشوار يستمر المشوار بين البطلين معا 35 ثانية تقريبا. وإلى لاحظتي بأن الدوكالي كيدير المجهود ديالو كامل باش يعاود يرجع الكفة لصالحه. هذا ما يلا البطل المغربي باللون الأزرق محاولة 27 ثانية آخر 26 ثانية على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة في حالة تعادل غنشوف جولدن سكور. غير ذلك حركة خاطفة ممكن تنهي المواجهة. إصرار كبير الله ما يسر. شوف هنا شوف هنا شوف هنا الطريقة شوف هنا المحاولة إمكانية جيدة مرة ثانية من جانب البطل المغربي حسن دوكالي. جوج ديال التوالي ثانية أخيرا انتهى الوقت. جولدن سكور الآن غنشوف جولدن سكور. كيبان لي بأن في الجولدن سكور ان شاء الله دوكالي غيفرحنا ان شاء الله. نتمنوا العموم ان شاء الله. مواجهه قويه وقراء دوكالي. لاحظ معي هذا الاسلوب اللي كيقوم به دوكالي وهذه العمليه اللي كيقوم بها على مستوى المسك يعني كيظهر على انه كيقوم بالمحاولات. الحكم اكيد انه مع مرور الوقت غادي يعطي شيدو لجودوكا الجزائري لانه لا يبادر تالي ما عندوش تنافسيه كيهرب من 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 هذا. سمعتي حتى الجمهور كيطلب طالب. ونشوفوا هنا التنافس بينه وبين الخصم ديالو مسعود رضوان. هذه محاوله مره اخرى دوكالي عمليه المسك غيحاول ما امكن يقوم بالرفع ولكن ما كملاتش بشكل المطلوب. 30 ثانيه اللي انتقلنا فيها مزيان عنده ماشي مشكل مزيان. هذه الكلمات ديال المدرب اللي كيحاول ما امكن انه يرفع المعنويات ديال البطل المغربي حسن الدوكالي كيطلب منه باش انه يزيد يبادر اكثر. لاحظ معي هنا الاسلوب ديال الجزائري. هذه محاوله عمليه ديال الاسقاط عكسيه شنو غيقول الحكم. غادي نشوفوا القرار ديال الحكم في هذه المحاوله. إذا كيقول ما كاينش هنا كاين شيء استمرار التنافس. لو كان دار حركة بسيطة لو كان عطاته النجد الكفة لصالحه. نعم على العموم قام ما هو الآن هو عملية المسك بهذا الشكل هذا وهذا ميزان نهائي. هذا ميزان نهائي مقارنة بالميزانات اللي شفناه يعني كتحس بأنه كاين واحد التنافس كاين واحد نعم فعلا شيدو الاول جزائري غير جزائري لان المسك بدون خان باتجاه اخر. نشوفوا هنا الانهاء لهذه المحاوله لانه كان
مسعود رضوان قام عملية خاطفة على شنو القرار النهائي ديال الحكم ولو انه كيعطي هنا وزاري انا ما بانش اعتقد انه ما كانش وزاري انا بالي بصراحه ما كاينش وزاري خصو يكون الجسم ديالو بالكامل على الارض كامل لحظه انا ما كانش الجسم ديالو كامل لا لا هنا كيتاكد بانه هذه لقطه اخرى لاحظ بانه ما كانش الجسم ما فيهاش وزاري مازال مواجهه خاصها تكون يعني من خلال الاعاده اللي شفنا كيخص الجسم بالكامل على الكامل يكون على يكون على الطاطامي الكتفين يكونوا على نعم اذا لاحظنا اللقطه الماضيه حكم وينهي تفاصيل المنافسة يعلن على أن هنالك فوز لصالح الجزائري على العموم بواحدة من المحاولات ولكن قام بعمل ممتاز صراحة على دار المجهود ديالو ما يمكننا شيء الاخر الاسموما بعض المرات كيجيو كما كنقولوا الحد ما ساعدو شيء ولكن كان في المستوى المستوى ديال كيبين على المستوى ديال الجيدو المغربي الحمد لله ونتمناو ان شاء الله باش يكون مطيع بإذن الله مطيع أشرف مطيع وربما كنقول واحد 95% بأن أشرف مطيع غادي يفرجنا وتكون عنده واحد يمشي بنفس التقنية اللي فات